السلام عليكم أصدقائي، نهار جديد هذا وحلقة جديدة وفيديو جديد. إن شاء الله تمتعوا معنا في هذا الفيديو هذا. هاد الحلقة هذه كنت جيت لواحد المنطقة هذه نصور فيها، منطقة رائعة سبحان الله بالتنوع، تنوع التضاريس اللي فيها وتنوع البيولوجي اللي فيها. جيت ندير جولة روتينية، كنت سبق لي صورت فيها عدة حيوانات، وبينما أنا كنصور واحد السلحفات ولا الفكرون كيف كنقولوا في الدارجه، كنشاهد بان واحد الحيوان كيرقب عليا من فوق من راس الجبل. هزيت لي جمال بقيت كنشوف، كنلقاه احسن لينا كلب في الاول، ولكن بقيت كنشوف مزيان لقيتو الدين. ان شاء الله تمتعوا معنا في هذه الحلقه بهذا الفيديو اللي صورت لكم، وتحياتي، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتشاركوا مع الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هما يتمتعوا ويشوفوا ويعرفوا ويتعرفوا على الطبيعة اللي عندهم، وباش كتزخر هذه المملكة ما شاء الله بالتنوع البيولوجي اللي كاين. وكنتمنى كيف العادة، نتمنى بجميع الناس يحافظوا على الطبيعة وهاد المخلوقات هذه اللي صعيب باش تلقاها في الطبيعة في هذه الوقيتة هذه حاليا، وان شاء الله باش تكاثر مع المدة ويحافظوا عليها وتكاثر وتولي عندنا ان شاء الله بيئة متكاملة. تحياتي لكم. هادو فراخ البومة الصغيرة أو بومة أم قويق، هي اللي منتشرة بزاف هنا في المغرب، منتشرة في جميع المدن تقريبا، وكتكون قريبة للمدن، ولكن كاينة حتى في المناطق برا بحال دابا المنطقة اللي رحنا فيها كاينة موجودة هنايا البومة. هادو جوج الفراخ يلاه خرجوا من العشب، بداو يتعلموا يصيدوا كيبقاو يلاقيو الأبوين ديالهم على برا. هذه تقدر تشوفها، هذه البومه هذه تقدر تشوفها في النهار وتقدر تشوفها بالليل، ماشي كاين انواع اخرى البومه ما يمكنش تشوفها بالنهار، غالبا غتشوفها غير بالليل. هذه البومه هذه بومه مقيمه وليست مهاجره، كيف قلت لكم كتسكن في ضواحي المدينه وكتكون حتى في البراري، كتصطاد الحشرات والقوارض الصغيره وكذلك الطيور الضعيفه. الدور ديالها مهم في التوازن الطبيعي، وهذه هي البومه اللي منتشره بزاف في بلادنا، في الممشيتي ماشي غير في بلادنا، بل تقول في العالم كامل منتشره بزاف هذا النوع من البومه. هذا احد الابوين ديالهم، اما الام ولا الاب، كتقوم بهذه الحركات هذه بعض المرات كتخرج داك البقايا نتاع الزغب ديال الفيران ولا الحشرات، كتقيهم وتخرجهم على برا. سبحان الله هذا المكان هذا ديما كنزحت فيه التراب بحال اللي كيسوس الراسو، هشيش هذا التراب هذا ديما فان هنا. المنطقه هذه فيها تراب ابيض كيتفتت بزاف، غير في المصدم تي كتحضر لك. شوفوا الطائره هذا شحال زويون، ها هو هذا طائر ابلق اسود الاذن، هذا من الفصيله نتاع الطيور الابلق. عندنا تقريبا 9 من هذه الفصيله نتاع ابلق. هذا الطائر نوع مهاجر، كيزور بلادنا في اواخر فصل الشتاء وكيبقى هنايا حتى الخريف عاد كيهاجر. كيعجبوه المناطق الحاره ولا شبه الصحراويه. هذه الفصيله من الطيور من فصيله اكلي الذباب، يقتات على الحشرات بصفة عامة. هنا تمشيت لواحد المنطقة أخرى وأنا نتصادف مع واحد السلحفات أو الفكرون بالدارجة. هاد النوع نتاع السلحفة هادي كيقولوا لها السلحفة اليونانية، منتشرة بزاف كاينة في المغرب، منتشرة بزاف هنايا.
في هذه اللحظه السلحفاه شافتني وتخبات في الدار ديالها ولا القوقعه ديالها. غادي تبقى تخرج راسها غير بشويه وكتشوف واش انا مازال مشكل عليها خطر ولا راني بعدت ولا. دابا غادي انا بعدت عليها شي شويه وبقيت مخدم الكاميرا وكنسجلها وما كنتحركش. كتخرج غير بشويه حتى تحس بالامان عاد تخرج وتولي تمشى تكمل الطريق ديالها اللي كتمشي فيه. هاد السلحفات هذه نباتيه تأقتات على النباتات، عندها فترة البيات الشتوي ولا السبات، تقريبا 6 أشهر نتاع السبات في العام كدير. الآن السلحفاة حست بالأمان وبدات كتحرك، تبدل المسار اللي كانت متجهة ليه قبيلة. هاد النوع من السلاحف تقدر تعيش حتى ل 60 سنة، كتعيش مدة طويلة. وفي التصنيف العالمي من أنواع المهددة بالانقراض، خطر الانقراض أدنى، ولكن الحمد لله هاد العام شتا تكاثرت بكثرة. العدو الأول لهاد المخلوقات هذه هو الإنسان، لأن كتعرض للصيد بزاف، حيت الأغلبية الناس كيبغيو يربيوها عندهم في الدار كحيوان أليف. دابا عاد كنا كنصوروا السلحفات وتلقينا واحد الراس كيتبع لنا من فوق، منين شفت بلي جمال كيبان لي الديب. انا غادي نقرب لي له ونصوره، انا نوريكم اللقطه دابا في الكاميرا. ها هو الديب دابا عاد ركب علينا من راس الجبل الفوق، انا غادي نحاول نطلع كنسلل له مع واحد الشعبه ونخرج اون فاس معاه. غادي تلاقينا معاه في واحد الجهه فيها الزيتون، حيت الجهه اللي كنت صورته فيها قبل ما كاينش فيها الشجر، ودابا راك عارفوا بنظره الحراره مرتفعه عندنا الروح كي راه شي 37 ولا 38، خصو ضروري يتخبى باش كيتضلل، كيبقى مضلل من تحت الشجر. دابا جا لواحد الجهه فيها الزيتون ولكن ما كاينش هنا الديور، غير الزيتون جاي في الخلا. راه فين راه طلع الفوق، انا غادي نقرب له شي شويه. ها انتم شوفوا كيف كيراقب، شوف 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 خطير هذا، شوف عنده، شوف شوف. دابا شحال مره صادفتو كيكون ديما في راس الجبل كيراقبنا عن بعد. هنا كونتر جو كيطلع على الراس الفوق ديال الجبل ويحمق كيبقى واقف تما. كيعطيني واحد المسافه الامان بيني وبينه وكيبقى يراقب جميع الجوانب وجميع الاتجاهات، وكيبقى يشم في الهواء الريحه نتاع شي خطر محدق به ولا شي فريسه. انا دابا غادي نطلع كنتخبى عليلو، غنطلع كنتخبى ونطلع كنزحف من هاد الجهه، راه الجبل واقف، غنطلع باش نجي اون فاس معاه نصورو على راحتي. ديما ما كيتيقش كيبقى يشوف موراه في جنابه. في هاد اللحظه هادي شي حاجه غادي تعضها الديب من وجهه، غادي يبقى يحك وجهه، هو كيحك وجهه مع الرجل ديالو، ما عرفش واش شي نحله ولا شي دبور ولا شي حشره. المهم واخا ما كيتيقش كيبقى يشوف موراه، ديما كيمشي كيخلي المسافه الامان وكيبقى يشوف موراه. راه تقدر تبقى في هذه الوضعيه نتاع التصوير هذه، معلق الهبطه لتحت، انت معلق هنايا، تقدر تبقى 3 سوايع 4 سوايع باش تشد واحد اللقطه زوينه، ولا طلع على الجبل بالقرب منه واحد الطائر على ما اظن انه طائر القبع او القبره باللغه العربيه. وانتم كيف كيرا قبل جميع الاتجاهات. بزاف الناس كيقول لك هذا بنو اوا، وكاين اللي كيكتب لك انه ثعلب. بزاف الناس ما كيقدرش يفرقوا بيناتهم،
شوفوا غير الحجم ديالو كبير والرجلين ديالو عاليين والشكل الوجه ديالو كيظهر بانه ذئب. هو عنده شبه كبير بين حيوان القيوط المتواجد فقط في امريكا الشماليه، ما كاينش هنا في افريقيا، ما كيعيش هنايا. في هذه اللحظه هذه اكتشف الامر ديالي وهارب وكيشوف فيا وكيحبس ويشوف فيا واش انا مازال تابعو واش شنو كندير. غالبا كيخاف من الالات التصوير، كيظن بانها سلاح. راه فين؟ راه الفوق. انا كنطلع، انا كنزيد نطلع هو كيزيد يطلع. هذا اللي ولينا تلاقيناه راه واحد اخر، كانوا جوج بهم، كان تقريبا بيناتهم واحد 50 متر ولا شي حاجه، وواحد مشى من هنا وواحد مشى من الجهه الثانيه. هذا ذئب اخر في نفس المنطقه. شوف الخطوات المتسارعه ديالو، ديما كتشوفو ماشي بهذه الخطوات هذه، عمرك تشوفو ماشي بشويه نفس الخطوات باش كيمشي بها ديما. واحد القضيه، الناس اللي كيكونوا كيسرحوا ولا الصديق ديالي ملي كيكون بعيد عليا راه ما كيخافش من الذئب، كيقرب مسافه قريبه منهم، في حين انا كيشوفني كيهرب عن بعد حيت كيظن بان المعدات اللي عندي والكاميرا هما اسلحه. واحد المساله الخوت، هنايا الناس في الباديه الدراري اللي كنتلقى معاهم كيسرحوا وكذا، قالوا لي شحال من مره شاهدوا بان الذئب كيجي هارب والحيوان مثلا حوليه ولا نعجه تابعه من وراه، واش هذه المساله حقيقيه ولا لا؟ بزاف الناس اللي سولتهم اكدوا لي هذه القضيه كاينه. واحد المره كنت قلت هذه المساله هذه في درتها في واحد ستوري في انستغرام وبزاف الناس اللي علقوا عليها، ولكن واحد السيد هو اللي تقريبا قال لي تقريبا الجواب صحيح. بزاف الناس قال لك بانه كيفرز شي ماده كيميائيه اللي كتجعل الحيوان اخر كيبقى تابعه، ولكن واحد السيد كان قال لي واحد المساله هي اللي بانت لي اقرب للحقيقه. شنو قال لي؟ قال لي بان ذاك الذئب كيجي مثلا عند الحولي ولا النعجه ولا حلوف ولا اي حيوان اخر، كيجي وكيعضو عضه ويدير راسو بحال اللي ضرباتو ذاك الخروف ولا ذاك الحلوف، كيدير بحال اللي ضرباتو وهو دار مستو بحال اللي زعما تقصح منها وطاح، وهي كتشجع ذاك الحيوان كيتشجع كيبقى ينطحو كيبقى ينطحو، هو هارب وذاك الذئب هارب وهو الاخر تابعو، هارب وهو تابعو حتى كيبعدو على المنطقه اللي كيكونوا فيها الناس ولا المنطقه اللي خصو يختالي به. ملي كيمشي لمنطقه خاليه كيهجم عليه ذاك الساعه كيفترسو، وهذا هي اقرب، هذا هي الجواب اللي اقرب للمنطق اللي جاني اقرب للمنطق. مازال لحد الان ماشي وكتزعجو ذاك العضة داك الحشرة اللي عندي في وجهه. وهاد اللقطة هادي، اللقطة هادي جالس هو تحت الشجرة ممكن يراقب فيا. شوف شوف، عرفتي ما كيحملش الصهد، ما كيحملش الشمس، مخبع هنايا من تحت الشجرة، ما عندوش مع الشمس. المساله اللي لاحظت انه ما كيحملش درجه الحراره وما كيحملش اشعه الشمس، كيحاول ما امكن يبقى من تحت الاشجار ومختبي، ودابا بحال اللي راه فيه النعاس كيبان عيان. هذا غير المفعول نتاع تاثير اشعه الشمس والصهد، درجه الحراره مرتفعه، ودابا كيعتادي بنفسه في نفس الوقت كيراقبني، كيتحسس الهواء، كيشم الريحة ديال جزيئات الهواء اللي كاينة. أخوت نتمنى في هذه اللحظة هذه سالينا الآن التصوير، نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا، ونتمنى منكم تشاركوا معنا وتبارطاجيو وتشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم كاملين، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة أخرى وفيديو آخر، وأعطيوني في التعليقات ديالكم والرأي ديالكم في هذه الحلقة هذه، وما تنساوش تجاوبوني على القضية نتاع الذئب ولا الضبع كيتبعوا شي حيوان. تحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله على خير وبخير. تحياتي.